بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، أخواني الحضور، لازلنا نتواصل ونحن دائما نتواصل مع هذه الانطلاقات الجميلة والمميزة هنا في هذا الميدان وشوطنا الرابع أو شوطنا الثالث خصص الجعدان المحليات الأصايل. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس للأخوة المشاركين هنا في هذا العرض الجميل، ما شاء الله عرض بروفة ما قبل الختاميات هنا لهذه الشعارات أصحاب السمو الشيوخ التي تتألق حقيقة على أرضية هذا الميدان وفي أي ميدان هناك تحضر أيضا لها بصمة ولها جماهيرها المتابعة عبر القنوات الناقلة لهذه الرياضة. شوطنا الثالث ونذهب مع شمالي ما شاء الله لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ومحمد بن إمعة بالدبيلة، النقلة على ظبيان يأتي بثاني المراكز سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، وفي المركز الثالث أيضا يأتي سلود وسعيد بن عبيد الحميري هناك في التضمير. أنتقل وياكم إلى المركز الرابع شاهين سمو الشيخ عبد الله بن صقر النعيمي وملا بخس، يلا يا البلوشي، هذا هي النتيجة إلى خامس المراكز. هناك سلهوس سمو الشيخ أحمد بن مكتوم المكتوم، سلطان بن سيف المقبالي، وهنا حشيم سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم سادسا، سعيد محمد بن حزيم وشاهين على سابع المراكز، سيدي سمو الشيخ حمدان محمد بن راشد المكتوم، وهناك حمد بن راشد بن غدير ثامن المراكز، من يأتي مياس لسيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد المكتوم، طرب محمد بن رفيع هو في المركز الثامن، من يأتي في هذه اللحظات أملول سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مع محمد بن سعيد بن حلوة هو في المركز التاسع ولا العاشر، المركز العاشر هناك على ما ظن، نعم هناك اللي هو مياس سمو الشيخ حميد بن سلطان القاسمي وسعيد بن محمد الفلاسي. هكذا كانت النتيجة ونعيش معاكم أحلى لحظات هذا الانطلاق الجميل وهذا الانطلاق المميز هنا مع هذا الأداء الجميل والمميز، والعشرة مع هذا النداء الأول والمميز دائما في هذا الانطلاق، ونحن دائما نبحث عن التميز في هذا الشوط، نحن دائما نبحث عن الأسامي الجميلة واللامعة، ولكن الناموس وين والأداء وين؟ ما شاء الله، هذا والعلم عند الله. كوكبة جميلة وثلاثية كلها في نفس المستوى في نفس الموقع في نفس الموقع، ولكن مياس ولا الشمالي لسيدي صاحب اسمه شيخ محمد بن راشد المكتوم محمد بن يمعة بالدبيلة، النقلة هناك على مياس ثاني المراكز، سيدي صاحب اسمه شيخ محمد بن راشد المكتوم بطرب محمد بن رفيع شاهين لسيدي سمو شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وحمد بن راشد بن غدير ضبيان على رابع المراكز، وتعود مكيد سمو شيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز الخامس حجيم سمو شيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد محمد بن حزين، وفي المركز السادس من ياتي سلهوس سمو شيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز السابع سلهود لسمو شيخ احمد بن مكتوم المكتوم سلطان بن سيف المقبالي، وفي المركز الثامن اللي في المركز الثامن شاهين لسمو الشيخ عبد الله بن صقر النعيمي مع ملا بخش البلوشي، وتاسع المراكز هناك من ياتي اللي هو بنقول معاه هملول لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، وما شاء الله مع سيد محمد بن سعيد بن حلوه، هو المركز العاشر مياس سمو الشيخ حميد بن سلطان القاسمي وسعيد بن محمد الفلاسي. هكذا ايها الاخوه كانت النتيجه، هكذا نعيش معاكم احلى لحظات هذا الانطلاق ما شاء الله، وهناك الحشيم اللي غير ما شاء الله على الصداره وعلى المركز الاول لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم، يعرف اين الموقع الذهبي ما شاء الله، سعيد بن محمد بن حزيم هو في التضمير وفي التدريب، نتمنى ان شاء الله التوفيق والناموس لهذه الاسامي الجميله، النقله على المركز الثاني شاهين سمو الشيخ لسيدي سمو الشيخ حمدان محمد بن راشد المكتوم مع حمد بن راشد بن غدير ضبيان، ياتي على ثالث المراكز لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد
الحميري، وفي المركز الرابع مياس لسيدي صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد المكتوب، وهناك مع التضمير مطار محمد بن رفيعة، وفي المركز الخامس الشمالي على خامس المراكز سيدي صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد المكتوب محمد بن يمعة بالدبيلة. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة وشوطنا الثالث. يلا شوط الجعدان المحليات حشيم وشاهين اللي يتنافسا على المركز الأول، اللي يتنافسا على المركز الأول، ولكن ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الرحمن، حتى هذه الأوامر ما أصدرت عليه حشيم الأوامر، حتى هذه اللحظات لن تصدر عليه الأوامر، لن تصدر عليه التعليمات. ما شاء الله هو الميتين المتر الأخيرة اللي تفصل حشيم عن خط النهاية وعن موقعه الصحيح، عن موقع الناموس، موقع الانتصار والسلام. وبنقول سلام يا زعبيل، سلام لاسمه شيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم، وأيضا هنا لأهل الخوانيج وميسكن سعيد بن محمد بن حزيم الفلاسي. ما شاء الله بدأت الأوامر وبدأت التحرك وبدأت السرعة الفائقة تزيد هنا مع الحشيم الجميل والمميز. هاي لحظة صورة خط النهاية، معلن الفوز والناموس. مركز ثاني سمو الشيخ سيدي سمو الشيخ حمدان محمد براشد مكتوم، مركز ثالث سمو الشيخ مكتوم حمدان براشد مكتوم ضبيان، المركز الرابع سمو الشيخ مكتوم بالحمدان راشد مكتوم، المركز الخامس لسمو الشيخ أحمد المكتوم. المكتوم 6 دقائق 22 ثانية 36 جسم الثاني، تهانينا والناموس.